قطم حنين المكون ذي مقطم سواعده حنيني حنين الرعد بالجو لا دكم حنين القذايف واحدة بعد واحدة حنيني حنين سكود بالجو لا عزم إذا لاح برقه بعد قارح وواعده حنيني وجد كل معدوم من عدم وذي ما تشوفه بم عيني وشاهده حنيني وطي حيد شيزر مع عصم ويطحن حجارة بل ويسحق قواعده على ابو المعلى منبع الجود والكرم وديهم من انصاره ومنهم سانده قصيده كلمات نزيل السجن المركزي بمحافظه اب الشاعر ابو كريم عمار عبد الكريم القاضي الملقب المغني من اهالي مديريه الرضمه عزله بني قيس القصيده القاها تعزيه بعد مقتل الشيخ المقتول باذن الله الشيخ نبيل عبد الواحد هزام الشلالي الدعام والاخ عبد الواحد محمد محسن هزام الشلالي الدعام والاخ عبد المجيد محمد ثابت هزام الشلالي الدعام والاخ عبد الاله محمد ثابت الشلالي الدعام والاخ قاسم احمد محمد الدوعاني والاخ محمد يحيى طاهر الصباحي والاخ هيثم صالح الحوزمي الذي استشهدوا على ايدي الغد بمديريه الرضمه عزى فيها الشيخ المعلى واخوانه بعد استشهاد والدهم الشيخ نبيل الدعام وعزى الوالد اللواء الشيخ عبد الواحد هزام الشلالي الدعام واولاده وكافه ال الشلالي يلحن صديق الجمهور ويعزف على أنامل الذهبية وأيقحاء الدم الذهبي تسجيلات الفائز دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة وصلوا عدد ما حج والخلق بالحرم وأدوا وضافوا حسب ما في قواعده حنيني حنيني مثل في الفوه صادم حنين المكون في مقطم سواعده حنيني حنين الرعد بالجو ولادكم حنين القذايف واحده بعد واحده حنيني حنين اسكود بالجو ولا عزم اذا لاح برقه بعد قارح رواعده كل معدوم من عدم وذي ما تشوفه بم عيني وشاهده حنيني وطي حيد شيزه ومع عصم ويطحن حجاره بل ويسحق قواعده على ابو المعلى منبع الجود والكرم وذي هم من انصاره ومنه ومسانده المنطقة هي إعجاز القلم حسين المكارم والوفا من عوايده له البيض تغنى على هامة القمم كلامي حقيقة ما بغيت المزايده دموع
له ما معي أي فايدة. الثار من كل متهم ونفعل معارك حرب حامي وباردة واللي خططوا لن بد ما يقرض وحصم ونرمي جثثهم للوحوش المراددة ومن بعد ذا يا من بك الضل والنزم معك بز ضرفي للرجال المجاهدة. ومن بعد ذا يا من بك الطول واللازم معك بز ضرفي للرجال المجاهدة. من السجن بي يوجد به القايد والرسم وأيضا تجد فيها الرجال العرابدة ببعدان ذي بحامل الطير والنجم وكم يا رجال أسماخ بالسجن واجدة تحرك على ضربال بالخط لا سجم يبزاك بغمضة عين والناس راقدة. تحرك على ضربال بالخط لا سجم يبزاك بغمضة عين والناس راقدة. وفي قرية الكتبة سلم وتستلم وعز المعلى واخوته بعد والده وعز الوال دعم بما ربنا قسم وعز القبائل والرجال المساندة وعز بن الدعم ومن كان بالملم ذي استشهدوا في معركة حرب واجدة. في معركة حرب واجدة وعز المصاوب في لهم رفرف العلم وعزي معي يا الحيود المحددة حنيني حنين ما حن مرضوم لا الفضم من الكذب في حق الرجال المحايدة من اندال ذي ما عمرهم خوفوا نسم القلب منهم جد وخاسات زوابدة. قف الشيخ يا كهلان لو يقبل البحم وعمراني توسط وناكل بمايدة ولو ينزل الحيل بخولان والتزم وذهبان خبزة والزواب
يجوا يطلبون الصلح ما نرتاج عقادم ولا عاد بطلب صلح من قوم شاردة ما خلق ذي عانده وقل الزعيم الرمز ماشي من علي رجم جبرني على شو ما نسيها مجاوده ومن ما وفي للمؤتمر ما خرج سالم وهذا بوجه احمد عليها ووالده هو الراعي المسؤول بالذيب والغنم وفي كل ما يجري من أفعال جاحدة وغلطان لو قال البرم كلها برم يراجع حسابه دون ما حد يناشده ولا بسأل الجمهور بكم باع والبكم بكم بعت والدعام بعد المعاهدة إذا المشتري رابح بلول الذي خصم أثر ما نخا زله تخازين جامدة يكيف ويتمتع ورا اللحم والدسم لأني أسير الحر يهفي مراوده وصلوا عدد ما حج والخلق بالحرم وأدوا وطافوا حسب ما في